وهكذا حينما نطبر للتطبير معنى عميق أعمق معاني الشعائر الحسينية هو التطبير، لأنه يبلغ الدرجة العليا للتضحية والفداء. فحينما سفك دم الحسين وسفك دم أهل بيته وأهل أصحابه، نحن نطبر ونسيل دمنا تعبيرا وتحديا لسيوف الطغاة، لأرهاب الطغاة. نقول نحن على استعداد أن يسفك دمنا دفاعا عن قيمنا كما سفك دم الحسين. فالتطبير هو جرح خفيف للرأس بإسالة الدم، لكي نقول نحن على استعداد لأن يسفك دمنا كما سفك دم الحسين دفاعا عن الرسالة وعن قيم السماء. وهكذا ستزداد الشعائر الحسينية وستزداد الممارسات الشعائرية الشيعية تعبيرا وإعلاء لكلمات الحسين. نسأل الله أن يثبتنا على تلك الشعائر وعلى فكر الحسين، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.